أصلا المهنة دي متعلمها من صغري، من وأنا عندي 6 سنين كنت أطلع من المدرسة أروح أشتغلها مع خلاني، وبعد كده سافرت لبنان، قعدت 6 سنين في لبنان ورجعت، جيت قضيت جيشي ورجعت رحت العراق برضو 3 سنين، وجيت بقى اتجوزت واستقريت وفتحت هنا في المنيا دمياط، وفتحت في مني دمياط حوالي 5 سنين برضو ولا 6 سنين، عملت أوضة اسمها الستارة على مستوى جمهورية مصر العربية، كانت معروفة أشهر أوضة على مستوى جمهورية مصر العربية، وكل الدولة كانت عارفاني بالأوضة الستارة دي. كان بيجيلي من اسكندرية المصرف أفندي الحاج سيد عبد الرازق من العطارين، وكان بيجيلي من القاهرة، وكان بيجي لي من دمياط، كل تجار دمياط كانوا بياخدوا مني الأوضة دي، بصمم الشغل والمكن يشتغل ورايا عليها، دي اللي بتسمى مسطرة. بتتعلم الأول على كرتون ونرجع ننفذها على خشب، وبعد ما ننفذها على خشب ندخلها بقى إيه على مكن القيمة، بعد كده تطلع تتنظف، أي قيمة ينظفها عادي. طبعا علمت ولادي، علمت منهم، لازم اعلمهم. انا في معايا عيل اسمه محمد ابني بيشتغل في القيمه والنجاره، وحاليا بيشتغل في النحاس اللي طالع جديد والالموتال والحاجات دي، بيشتغل عنده مهاره في كل حاجه بيبص لها بيعملها، لان انا علمته. طالع زي الواحد بيشتغل في كل حاجه ما يقولش لا. اشتغلت فيها والله العظيم وانا عندي 6 سنين، والله المكان ما هيغنى عن الناس اللي بتتعلم دي. على ايه؟ طبعا والله 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 المكان مهما طلعهم ما يغنى عن الشغل اليدوي، والشغل اليدوي حاليا بيتاخد دول الخليج والدول العربية بيشتروه اكتر من شغل المكان، اغلى، لانه امهر في حاجة اسمها روح. أتمنى الحفاظ عليها، لأن لو اللي بيشتغلوا فيها حاليا معدودين لسه 10 15 واحد، معروفين معدودين على الصوابع، وأتمنى إن الأجيال اللي طلعت تتعلمها صح من الناس اللي هي فاضلة، لأن لو ما تعلموها صح تبقى القيمة دي راحت من دمياط زي الأحذية زمان، لأن تراث كان زمان دمياط تمتاز بالأحذية والموبيليا والحلويات والنسيج